السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا من أكل كتير لذيذة، تعالوا نشوف المقادير. أهلا بكم في قناتي، أنا نور، رح شارككم كل وصفاتي، بتمنى أنها تعجبكم. اليوم رح نعمل منزلة باذنجان، وهو باذنجان محشي بصل ولحمة. خلينا نشوف المقادير. أول شي بدنا 2 كيلو باذنجان، وكيلو بندورة، وثلاث حبات بصل، 500 جرام لحمة مفرومة، معلقة صغيرة بهار لحم، معلقة صغيرة فلفل، 2 معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة معجون طماطم. أكلة كتير طيبة ولذيذة، بتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم. هلا باخد الباذنجان وبقشره. فينا نقشر الباذنجان كله، ما نخلي فيه قشر أبدا، وفينا نقشره ونخلي فيه قشر، بنعمل فيه شق بهالطريقة هاي، إنه ما يكون كله، ما نقسم الباذنجان بس نعمل فيها شق. شايفين كيف الشق بيكون بهالطريقة هاي؟ هلا بنقلي الباذنجان. هذا الشق رح يساعدنا إنه نفتح الباذنجان بعد القلي. شايفين ما شاء الله بدنا نسوي الباذنجان، نشيله، ناخد البصل، بنقلي بصلتين، بنحط الزيت وبنقلي بصلتين، نحط لهم ملح، بعدين بنحط اللحم المفروم. بتمنى انكم تجربوا الوصفة وتعجبكم وتكتبوا لي تعليقاتكم، رح تكون كتير سعيدة بقراءتها. هلا بضيف الملح، والفلفل، وبهار اللحم، هلا حط شوية زيت، ننزل عليهم بصلة، كل رشة ملح، بس تسوي البصلة بنزل عليها طماطم مقطعة، حط عليها معجون الطماطم، شوية ملح وشوية فلفل، بحركهم، بضفلن شوية مي وبتركن يتسبكوا. هلا بحط صلصة طماطم طبق الفرن، بضيف للحمة صنوبر أو لوز، وهذا الشيء اختياري وممكن ما نضيفهم. هلا بنوسع الشق اللي عملناه بقلب الباذنجان مشان نحط بقلبه اللحمة بهالطريقة هاي، نحطه فوق صلصة الطماطم. هلا بحط الباذنجان كله فوق صلصة الطماطم، وبحط اللحمة بقلب الباذنجان. أكلة كتير سهلة وسريعة وطيبة كتير، بتمنى إنكم تجربوها. اكتبوا لي من أي بلد عم تتابعوا قناتي. هلا صار جاهزة إنها تدخل على الفرن، تدخل على الفرن مسخن مسبقا درجة حرارة 250، تاخذ من 20 لـ25 دقيقة، لأنه تقريبا كل شي فيها مستوي. هلا رح نعمل رز بالشعيرية. عندي كوبين رز مصري، نص كوب شعيرية، معلقة كبيرة سمنة، 2 معلقة صغيرة ملح، ومي، 3 كوب مي. أول شي بنقع الرز بالمي نص ساعة أقل شي، بعدين
بعد نص ساعة بنغسل الرز ونصفيه من المي. هلا بحط معلقة سمنة، هلا أنا بحب أحط مع السمنة معلقة زيت تقريبا مشان يطلع الرز مفلفل ومو مخبص على بعض. هلا بحط الشعيرية، وبقلبهم. طبعا بضل عم نقلب الشعيرية، ما عم نتركها لأن الشعيرية دغري بتاخد لون. هذا اللون المطلوب اللي نحن بدنا اياه قبل ما نضيف الرز. هلا بضيف الرز، حط له ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، كل واحد بحب بحط الملح حسب ما بحب. هلا بضيف المي، هلا كل كوب رز مصري منقوع بده كاسة ونص مي، يعني انت عندك كوب رز مصري بتحطي له كاسة ونص، كوبين بتحطي له 3 كاسات وهيك، يعني بإذن الله هذا العيار صحيح، بيطلع معك الرز بإذن الله ناجح. هلا بعد ما نزل مستوى المي وغلى الرز منيح ونزل مستوى المي هيك صار، خفف النار كتير قد ما فيكي بتخففي النار. شوف قديش مخففة، يعني حاولت فرجيكم قديش لازم تكون النار خفيفة لهالدرجة هاي. بعدين برجع الرز عليها، هلا بعد 20 دقيقة بيكون استوى الرز. شوفوا ما شاء الله مستوي، كل حبة واختها، مانو معجن على بعضه ومانو مخبص. بتمنى انكم تجربوا هالطريقة وتعجبكم، والف صحة وهنا. هي الباذنجان بعد ما طلع من الفرن، يامي يامي كتير لذيذة، لازم تجربوها، لازم تضغطوا اللايك قناة حطوا الزر.